النهارده بنعلن في منتصف اليوم الخامس من الحمله عن اعداد المترددين يوم 6 اكتوبر 2018 في الحمله القوميه للقضاء على فيروس سي وكشف الامراض غير الساريه، مبادره السيد رئيس الجمهوريه، حمله 100 مليون ساحه الجاري عملها في 9 محافظات المرحله الاولى. النهارده بنقول ان احنا عملنا مسح 890,491 مواطن، يعني 4 أيام ونص عمل جبنا 890,491 مواطن. ده معناه في وعي مجتمعي كبير جدا وفي جهد مبذول جدا من وزارة الصحة والوزارات المعنية والسادة المحافظين. أعلى نسبة مشاركة كانت جنوب سيناء، وأعلى أعداد مشاركة كانت محافظة البحيرة، والفئة العمرية الأكثر تردد سن من 26 ل 45 سنة، والإناث 52% والذكور 48%. فرق بيشتغلوا من 9 صباحا ل 9 مساء، تم زيادتهم من 1412 ل 1448 نقطة ثابتة، بالإضافة إلى إن إحنا تم توجيه عربات متنقلة للكشف في الأماكن المشروعات القومية الكبرى والمصانع في 9 محافظات المستهدفة. أعتقد إن إحنا الحمد لله في وعي مجتمعي جدا لأهمية إن إحنا ننزل ونكشف على أكثر الأمراض اللي بتسبب الوفاة للشعب المصري. وأنا يعني الفئة العمرية الأكثر مشاركة من 26 45 سنة معناها الشباب سباقين مش مجرد رد فعل. النهارده احب اكرم الباسه الطبيه للحج، باسه وزاره الصحه والسكان اللي ابدت بلاء حسنا، واحنا كوزاره الصحه تم يعني شكرنا من الحكومه على اداء الباسه، وكانوا مثل اعلى في القياده وفي ان هم بياخدوا خطوات استباقيه لاداره الحج. والباسة السنة دي عملت شوية حاجات أعتقد إنها كانت أول مرة تتعمل، منها إن هم يبقوا وقائيا إن هم يتوقعوا إن يبقى في مشاكل.